صباح الفل، ازيكم؟ البيبي بيتعلم الكلام من هو في بطنك، مش بس لما يكبر ويبقى عمره سنة وبنفكر الولد بيتكلم كام كلمة. مش صح خالص اننا نفكر او نقيم كلام الاطفال بعدد الكلمات اللي بيقولوها. انا يفرق معايا اكتر التواصل، الولد ده لأي درجة بيتواصل معاكي. علشان كده دايما بننبه ان الكرتونز غلط على الاطفال اول سنتين. ليه؟ مع ان انت ممكن تقولي الكرتون علم ابني كلمات، بقى بيقول مثلا ابل، مش كلمات، حتى ساعات ممكن تتعلم لغات. المشكله في الكرتونز ان ما فيهاش تواصل. اساس الكلام عند الطفل انه يقول ويترد عليه. لما بيفضل جوه الكرتون ساكت واللي قدامه بس هو اللي بيتكلم، بيفتكر ان ده الطبيعي، ان انا افضل دايما ساكت واللي قدامي بيعبر، علشان كده بيتأخروا. طيب ازاي اقيم التواصل وعدد الكلمات اللي المفروض يقولها طفلي؟ من اول ما البيبي يتولد خالص، اول لغة بيتعلمها وبيتكلم عن طريقها هي العياط. والعياط من ساعة ما يتولد لغات، يعني هو لو جعان بيقول نا، بيلمس النون الاول عشان عايز يرضع. لو هو عنده مغص هتلاقيه بيقول او عشان عايز يخرج الغازات. لو هو عايز ينام هتلاقيه بيقول وا عشان هو بيتاوب وهو بينام. بيفضل كده لغاية ما تلاقي مثلا عنده 4 شهور يبتدي يلحلك العياط، فالام تبقى عارفة ان دي عياطة يعني دلع، انما دي عياطة ان حد اخد منه لعبة. تبقى الام في المطبخ وسمعهم بيعيطوا وعارفة هو بيعيط ليه. عند الشهر التاني لازم اتأكد ان ابني بيتحكلي، دي علامة تواصل مهمة جدا. يبتدي يقول الفاظ كده او حروف طالعة برغاوي كده جغ، يبتدي ينتبه لو حد كلمه، يبصلك وانت بتكلميه، يبصلك كده وبيبقى مركز قوي. عند الشهر السادس بقى تبتدي تحسي ان هو بيرد على صوتك بصوت، تقولي له بابا فيقولك اه كده، ويبتدي ينطق حاجات بسيطة عند السادس. يعني اولا يقول اه او اي، وساعات يقول ده، وساعات يقول به او مه، بس حرف واحد. عند التاسع لازم اتأكد ان ابني بدأ يشبكهم في بعض، فيقول مثلا ماما، دادا، بابا. الام بقى تبتدي تزعل ان هو قال بابا قبل ماما، هو مش قصده بابا ولا قصده ماما خالص، هو بعد السنة هيفهم مين ماما ومين بابا، هو مجرد ان هو بيجرب حروف جبرش كده عادي، فحرف الباء بالنسبة له اسهل لانه حرف شفهي. الميم بتتاخد من بطن الشفة، فعشان كده بتاخد معاه مجهود اكبر. عند 9 شهور لو ناديت على ابني لازم يرد، مش يرد يقول الحاجة، يبص ينتبه يحس ان ده اسمه. وانتي خدي بالك، هو الولد ده هتناديه باسمه طول الوقت ولا هتناديه باسم الدلع؟ لانه ساعات تجربي تقولي كريم ما يردش، تقولي كوكي يرد. فركزوا النبي في اسم واحد لغايه بس ما العيال تتكلم، وبعد كده ابقوا نوعوا في كل الدلع لغايه بس ما الطفل يعرف هو مين. عند 9 شهور برضو هتلاقي الطفل بيشاور على الحاجه لما يعوزها، دي علامه مهمه جدا. ابني لو ما بيشاورش ممكن ابتدي بقى افكر تروحي بقى للفيديو بتاع سمات التوحد بعد شر على الاطفال. عشان كده بقول لكم الموضوع مش بس كلام، ده التواصل مهم جدا ما بين الطفل وما بينك. عند السنه انا عايزه الطفل يبتدي يعمل حركات بايديه، جستشرز بنقول عليها، اللي هو مثلا يعمل لا، او مثلا في طفل يعمل باي بيحبوها قوي هما ماشيين، او يعمل بوش وكده لا مثلا، او اه لما يكون عايز حاجة. دي برضو علامة مهمة جدا للتواصل. عند السنة انا عايزاه يفهم اي اوردر او امر بوجهه له من كلمة واحدة، بس لازم اكون بشاور بايدي عليه. يعني مثلا لو قلت له تعالى هيجي، بالذات لو بيعيط هيجيلك جدا لحضنك، اقعد هتلاقيه بيقعد معاكي. وانتي دربيه من قبل كده انه الكلام مع اماءة معينة هو يتعلم يستوعب معاكي الكلمة اكتر. بعد السنة وكم شهر تبتدي تحسي ان هما بيتطوروا ازاي، مش شرط يقولوا كلمات، بس على الاقل ابني يا اما بيعمل زي بطوط كده اللي هو دب 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 دب، وانتي مش فاهمة هو بيقول ايه، بس هو عايز يقلدكو. يا اما بيمسك التليفون اللعبة بتاعه ويقعد يتكلم كتير فيه، او ساعات التليفون الحقيقي وياخده يقعد يقلدك ويقول او. عند سنة وكم شهر كده يبتدي يقول او بدل الو. في اطفال طريقتها في الكلام ان هي تصرخ، تلاقيه بيزعق كتير طول النهار، هو فرحان ان طلع له صوت، هو بيسمع صوته يحس ايه ده، انا بتكلم زيهم، انا نفسي اتكلم زيهم بس مش عارف اعرج الجمل زيهم كده، فانا بقول ايه طول اليوم. ما تقلقيش انت، بس كلميه بهداوه وردي عليه بهداوه، وهو وعلميه كلمات، اديله حصيله كلمات وهو هيهدى خالص والاوبرا دي هتسكت. مهم قوي ان انا بعد السنه احس ان ابني يعني عنده حماس انه يعيد ورايا الكلمه، حتى لو ما بتطلعش نفس الكلمه. يعني انت مثلا تقعدي معاه تعلميه تقولي له ماما فتلاقيه بيقولك ايه بابا، مش مشكله ما تزعليش، المهم ان هو متحمس يعيد معاكي الكلام، يبقى هو عايز ياخد منك
ويتواصل معاكي. عند السنة ونص حصيلة الكلمات اللي عند الطفل لازم على الأقل تكون 6 كلمات، وملكيش دعوة بالناس اللي بتقول أكتر و10 كلمات و15 كلمة. اللي أنا بقوله ده كلام الجمعية الأمريكية لطب الأطفال. الأمهات بتزعل، بتقول أنا ابني ما بيقولش 6 كلمات عند السنة ونص. أولا الجيل بتاع الأطفال الحديثة دي كتير منهم متأخر عن العادي، يعني ده النورم بتاعهم أو الطبيعي بتاعهم دلوقتي، عشان طبعا الشاشات الكتير، التلفزيون والكلام ده. بس انتي لو ركزتي هتلاقيهم جم 6، يعني هتلاقيه على الأقل بيقولك هات مثلا، بيقولك ماما، بيقول بابا، بيقول مثلا لأ، بيقول باي، في أطفال تقول شوز على الحذاء أعزكم الله. لو قعدتي قطة بيحبوها جدا، فعودي ركزي كده، ما تتخضيش انه ما بيقولهمش، لا ركزي كده هتلاقي ايماءات صغيره الحاجات هو مسميها على كيفه، بس بيعرف يعبر عن نفسه على الاقل في 6 حاجات. بدايه من السنه لازم اتاكد ان ابني فاهم معنى الحاجه، يعني مثلا هو عارف ان دي كوبايه، هو ما بيقولهاش، بس هو عارف لو قلت له هات الكوبايه، او عارف ان دي اللي بيشرب بيها، عارف ان المشط هو اللي بيتصرح بيه، لو جبت سيرته هو هيبقى عارفه. دي برضو علامه ان هو بيتكلم وهيتكلم معاكي كويس. عند السنه ونص لازم لما اقول للطفل توجيه او امر من كلمة يفهمني، من غير حتى مشاور بايدي. يعني عند السنة قلتلك لازم تشاوري بايدك عشان يفهمك، لا دلوقتي انا اقدر مثلا عند السنة ونص اقول لها ايه تعالي، فتيجي، اقعدي، هتقعد، مثلا ايه يلا ناكل، فتلاقيها فتحت بقك وفهمتك. عند السنتين هتلاقي بقى لازم يكون بيعمل جملة من كلمتين، ومش لازم تبقى جملة معقدة قوي، هو ممكن يقولك هات دي مثلا، روح باي، بيحبوا يقولوها قوي. لازم برضو عند السنتين يبقى عارف اسم كذا حد في العيلة، مثلا اكتر حد بيتعلموه اختهم لان بينادوا عليه وبيتعاملوا معاه كتير.